استاذ عمري اهلا وسهلا فيك بدبي اليوم. اهلا وسهلا بيك. صراحه انت محسوب علينا اليوم. صهرنا. كله بيقول لي صهرنا. صهرنا حقيقي. يعني صرنا ناطرين هذا اللقاء لنقول لك هذا الكلام. ايوه صح. انا كل اللقاءات مع الفنانه يسرى ومع امينه خليل نتكلم عن جمال كندعلوش. ليه يا حبيبتي؟ يعني ربنا يخليه عالي ويخليها لاولادها. يعني كان نفسي تبقى معايا بصراحه هنا، بس يعني ما ينفعش نسيب الاولاد. صح، هذا الشيء اللي بنحبه فيكم بانه انتم كثير بتهتموا بالعيله وقد ايه بتقسموا الادوار بين بعض. بس مش 50 50، لا هي شايله اكثر شويه. طبعا. يعني نحن السوريه بقى بتبقى شايله البيت كله. بدي ابارك لك على فيلمك اللي مكسر الدنيا بمصر، وانتم هلا جايين ناقلينه على دبي، وسمعت انك كنت عم تعمل مؤامرات لتدخل الفنانه يسرى على الفيلم. لا هي مش مؤامرات قوي. هو فعلا الدور ده كان مكتوب لراجل، وبعدين انا اقترحت على كريم السبكي فكره ان هي تبقى يسرى، مش بس ست، تبقى يسرى بالتحديد يعني. فقال لي خلاص اعرض عليها انت. ففعلا قابلت يسرى في نفس اليوم وعرضت عليها الفيلم والفكره، وهي اتحمست جدا جدا، وخلال يومين بالظبط كانت ماضيه وبتتفق وبتصور معانا يعني. فالحقيقه انا سعيد جدا ان هي وافقت، وسعيد بوجودها في الفيلم، وهي اضافه كبيره لاي حد ان هي تبقى موجوده معاه، لانه نجمه كبيره ومحبوبه وليها تاريخ كبير. اسم الفيلم كتير غريب. لا عادي، شقه. شقه شو يعني؟ شقه يعني الشقيق، يعني الاخ، يعني الصاحب. اوكي. ف يعني احنا في مصر بنقول ايه؟ يا شقه يعني. يعني يا اخويا. يعني اخويا. ايوه بالظبط. بدي اسالك اذا شفت فيلم كندا الاخير. ايوه. انهي واحد؟ نزوح. نزوح طبعا شفته. شو رايك باداء كندا الاثر بهذا؟ لا لا لا، كندا ممثله. شحتك تشارك بفيلم سوري؟ لا، هو الفيلم ده الحقيقه فيلم هايل، والممثلين كلهم كانوا هايلين، وتحيه طبعا للاستاذ الصديق سامر المصري لانه عمل دور برضو اكتر من رائع. كندا يعني شهادتي فيها هتبقى مجروحه، بس هي كندا ممثله من العيار الثقيل، ممثله عندها حضور ومشاعر يعني بتبان على الشاشه بشكل رائع، والحقيقه عملت الفيلم ده بشكل هايل يعني. انا شفت الفيلم مرتين مش مره واحده، وعجبتني جدا الحقيقه، وعجبني كمان سامر المصري لانه عمل حاجه دمها خفيف صح من قلب المعاناه. اشتغلت اشتغلت ليل نهار وليل نهار ليل نهار وليل نهار ليل نهار وليل نهار. كندا هيك بالبيت؟ هيك إيه؟ حسينا انه هيك هي بالبيت، بتخاف على الاولاد، بدها كل شيء يصير. اكيد ما فيش امه ما بتخافش على اولادها، بس يعني لا، هي كندا مش 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 نفس مش كده يعني، مش نفس الكاركتر يعني. بس الحقيقه الجانب اللي يمكن ما ظهرش لسه على الشاشه للناس ان كندا دمها خفيف قوي. واو. فيعني فان شاء الله احنا عندنا اعمال كوميديا بنعرفها بقى. ايوه. عمر بدي اقول لك على سر، انا اول مسلسل مصري شفته كحدا عم يوعى على الدراما نيران صديقة. انتو خليتوني اعرف شو يعني دراما مصرية، شو يعني ليفل بالمسلسلات. انت وكندا وظفر عبدين ومنى شلبي، هذا المسلسل بحس انه هذا للتاريخ، مش يوم ولا يومين. قدي عظيم نيران صديقة. والله بص، انا بشكرك على كلامك، بس انا عايز اقولك كمان، انا طول الوقت لما باجي افكر في عمل بفكر في حاجات اللي هي ممكن تعيش. يعني هتلاقي انه نيران صديقه من الاعمال اللي عايشه ومستمره لانه عمل حقيقي محترم. هتلاقي جراند اوتيل نفس الحكايه، هتلاقي طايع نفس الحكايه، هتلاقي عد تنازلي قبليهم كان نفس الحكايه، عمل بيستمر. نفس الحكايه بالنسبه للافلام. فالاستمراريه اللي انت بتتكلم عليها دي، ده تاكيد على النجاح، ودي اهم حاجه. فالنهارده نيران صديقة ده أنا عملته سنة 2013، يعني النهاردة بعد 11 سنة نتكلم عنه، بنتكلم عنه، وده الحمد لله في حد ذاته نجاح كبير. بعد ما عملت نيران صديقة ما عمل لك أزمة بالثقة؟ يعني هو مسلسل أزمة ثقة حرفيا، يعني ما صرت تخاف من هاي العلاقات؟ أنتوا وعيتونا أنه كيف الإنسان له أكثر من وجه، وكيف في كل إنسان لو بنعرف عن بعض المخفي شو ممكن يصير، ما عمل لك هاي الأزمة؟ لا والله طبعا، يعني هو أنا ما بتأثرش في حياتي الشخصية بالحاجات دي، بس أنا كنت هو كان المسلسل ده كان صادم صح في وقتها صح، فكان صادم من قرايته يعني، لكن ما أثرش علينا لا الحمد لله. بس هو مسلسل له ذكرى عظيمة عندك. عرفت على كندا. أيوة صح صح. لا أنا إحنا لا أنا أنا أعرف كندا من قبلها، كانت اشتغلنا مع بعض في فيلم بارتيتا. فلا إحنا اشتغلنا مع بعض كتير، اشتغلنا نيران صديقة، واشتغلنا بارتيتا، واشتغلنا عد تنازلي، واشتغلنا بس كده.
لا في حاجه تانية اكيد نسيت خلاص. هو دور كفايه. عمر ما اقنعتك كندا تعمل شيء سوري تغير اللهجه المصريه؟ والله دي حاجه مش سهله بصراحه بس يعني اجربها. ما جربهاش ليه؟ مش مشكله. ونحن بنتشرف فيك دائما ومبروك كل نجاحاتك. وصراحه يعني انت اليوم بتمثل الشاب العربي الواعي والمثقف والواثق باختياراته مثل ما هلا عم نشوف ذكرنا اعمال عديده. بنتمنى لك كل التوفيق. اشكرك جدا جدا وبشكر الناس اللي بتتفرج علينا واتمنى اللي لسه ما شافش شيء ويخش يتفرج عليه ان شاء الله ينبسط. شكرا جزيلا.